ينبغي على الأمم المتحدة المساهمة بفعالية في وقف القمع، وعليه ضرورة الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة دعماً لعمل مجلس الأمن من خلال توحيد جميع الجهود لاستعادة الاستقرار وتعبئة جميع الأطراف الفاعلة لبدء عملية سياسية. إن المجموعة العربية متحدة حول القضية الفلسطينية، وقد اتخذ قرار عقد اجتماع للجمعية العامة بتوافق الآراء بالأغلبية مع موافقة المجموعة العربية على تنظيم هذا الاجتماع للمساهمة في تخفيف حدة العنف وتقديم المساعدة اللازمة لإخواننا الفلسطينيين. ونحن كمجموعة بذلنا كل جهد ممكن لتعبئة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوقف تصاعد العنف، واجتمعنا برئيس الجمعية العامة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن ورئيسة ديوان الأمين العام للأمم المتحدة، ونأمل أن نجتمع مع الأمين العام نفسه للدعوة إلى وضع حد لهذا التصعيد. ومن خلال عملنا ومناشدتنا ينظر مجلس الأمن الآن في المشكلة وإمكانية اعتماد وثيقة.